بقى يا علا بقى، ما انا صالحتك. انت عارفه العربيه دي عامله زي البيبي بتاعي، انت لو عندك بيبي تحب حد يرزع له بابه كده؟ يا تامر تلم عليا الناس وتجيب سيره ماما عشان بس خبطت باب عربيتك يا تامر. اي راجل عنده عربيه عارف ان علقه موت ولا خدش تكبوت معروفه. انت بتقول اي كلام على فكره. طب سنة عتاب ولا رزعه باب؟ عتاب ايه بقى؟ خلاص انا مش مهمه بقى، خلاص هتحرق. انا هتحرق انا؟ لا 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 تتحرق ايه؟ يا نهار ابيض، ده انا اللي اولع خالص. ايه لولو ده، انا جاي بكده مخصوص عشان اقول لك اني بحبك. يعني ما انت عارف برضو يعني ان انا كمان بحبك قوي. يا خبر ابيض، يا سلام لو نفضل كده على طول. نفضل كده على طول؟ هو انت يعني اللي رومانسي على طول؟ ايه احنا ابتدينا ولا ايه؟ لا ولا ابتدينا ولا انتهينا. بقول لك ايه انت؟ ايه 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 استني استني، انت بتمشي وبيجي مكانك عبله كامل في نفس المكان بالظبط؟ ايه ده؟ انا حاسس ان سلسال الدم بيحصل لي هنا لايف دلوقتي. يا سبحان الله، القلوب عند بعضها. انت بتبقى توم كروز وفي لحظه بس بتتشقلب كده وبتبقى زين العشماوي. لا 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 لا، دي مش عبله كامل خالص، ده الفنان رياض الخولي شخصيا عامل ميكس مع فادي عبد الغني. انا مجد عبد الغني؟ انا قلت فادي يا علا. تامر انت بجد اتغيرت؟ وبجد ما بقتش تامر اللي انا حبيته زمان. انا ولا اتغيرت ولا حبيته ولا زمان، انا طبيعي جدا، وكل اللي انا عايزك تفهميه انك تتاكدي طول الوقت اني بحبك يا علا. يعني ما انا كمان بحبك، بس اوقات كده يعني بحس ان انت مش بتهتم قوي بزعلي ولا حتى بوجودي. يا خبر ابيض، ده انت وجودك هو سبب وجودي. انا من غيرك اصلا ماليش وجود. انت من غير وجودك وجودي يبقى ملوش ممكن نسيب الحته الوجوديه دي وما تقعديش تعلي على الجمل اللي انا بقولها عشان بصغر مخي. وايه كمان يا توم؟ توم مين؟ توم كروز. توم كروز عشان الشبه العينين والسنان شويه. بس في فرق بصراحه، يعني هو طبعا اكيد بخيل، هو عشان الاكشن وكده فبيبقى عنده عارف الريحه مش. انت احلى من 100,000 توم كروز. عارف لو تبقي جميله كده ببقى شايفك قدامي كانك باندا. باندا كده سكر قاعده ماسكه زعزعه القصب بتاعتها دي وعماله تهطل كده على الفرو الرقيق بتاعها. انت احلى توم في حياتي، حتى احلى من توم وجيري بجد. بيبقى نفسي كده ان احنا نبقى حلوين على طول وما يكونش في قفشه ابدا. انا ما بقفش خالص، انت عارفه. انا بحس ان انت ساعه. ايه انت هو انت ايه يعني ما بتغلطش؟ ايه هنبتدي تاني؟ لا بص، ولا نبتدي ولا ننتهي، انت اصلا طول عمرك كده. طول عمري؟ طول علا انت عارفه الجمله دي بتستفزني قد ايه؟ علا قفلي على الموضوع ده. لا قفل انت. علا قفلي انت، انا قلت على الموضوع ده. انت عارف انا بجد بقى نفسي اعمل ايه؟ زي اللي في نفسي بالظبط على فكره. وبقى ما تعيطيش بقى لو سمحت. قال يعني زعلي فارق معاك؟ ما يفرقش معايا ازاي بس حبيبي، ما انا بحبك. وانا كمان مش عارفه بحبك كده ازاي. طب يلا بقى تيجي نطلب حاجه عشان ما نتاخرش. ايه ده، وانت لحقت تزهق مني؟ لا ما زهقتش يعني، بس عشان خاطر عندي شغل فنخلص بدري ونروح بدري وكده يعني. دي بتقلقني. ايه انت عايز تقفش وخلاص؟ هو انا قلت لك حاجه اصلا؟ ما هو انت بتزومي اهو. بزوم ازوم براحتي، انا بزوم اصلا عادي. بتزومي عادي؟ هتصحي من النوم تزومي؟ بتقعدي انت واخواتك في البيت تزوموا على بعض كده؟ ايه مش هرسينك في البيت؟ ما تلمي نفسك في ايه؟ علا الم نفسي؟ ايوه. طيب انا جبت اخري. احنا فركشنا كم مره النهارده؟ 5 مرات. حلو، خليهم 6 بقى. حلوه بجد والله، احسن بقى عشان انا ماشيه. لا لا ماشيه يبقى ما تخليهمش 6، خليها الفركشه الكبيره، فركشه للابد. طب احسن بقى عشان انا ماشيه برضه. اتفضلي اتفضلي بقى، خدي بالك وانت بتزومي، روحي بقى زومي على الناس بره. ساتر قرف، ايه ده؟ كل ما اقول كلمه تخش وتعالي وتقوم معيطه ودموع تمسيح بعينيها الواسعه الحلوه دي. ابتسامة ابتسامتها مستفزة، بتقعد تبتسم كده زي السكر كده في النص. وانا ايه ده؟ انا علا وحشتني قوي.